المقابلة كانت في المستوى الرفيع، مقابلة جميلة، لا في الشوط الأول ولا الشوط الثاني. ربما التحول في المقابلة بالنسبة وضيع ضربة الجزاء اللي كانت تعطي التقدم من فريق الرجاء البيضاوي، فلما ضاعت كأعتقد أن اللاعبين خذوا الثقة أكثر وسجلنا هدف رائع كذلك من ضربة خطأ. على العموم المستوى التقني كان جيد، وهذا كيزيد يزكي الصحوة ديال كرة القدم المغربية، وكنظن أن فريقين كبار الجيش الملكي والرجاء البيضاوي فدائما ما كيعطيونا واحد لقاءات ممتعة، واحد الندية، واحد الحماس داخل الملعب، وهذا كذلك تجلى حتى في مدرجة مع الجمهور، لا فريق جمهور الرجاء ولا جمهور ديالنا فريق الجيش الملكي، اللي كنقدم لهم التحية ديالي والدعم ديالهم الكبير والمؤازرة للفريق ديالنا. على العموم فوز مستحق، وكنهني اللاعبين بطبيعة الحال لأنهم لي زاكتور اللي كانوا في الملعب. هذا الانتصار اليوم غيعطينا واحد الثقة، واحد الدعم كذلك معنوي إن شاء الله في المستقبل ديال الجولات، وكنظن أن فريق الجيش الملكي كما قلت مع نهاية الشوط الأول إن شاء الله غادي نرجعوا بواحد القوة، وغادي نأكدوا القوة ديالنا كفريق كبير داخل المنظومة الكروية في المغرب إن شاء الله. ما يمكنش حاليا نقول لك، لان الهدف الاول ديالنا مع الفريق كان هو احتلال المراتب المتقدمه والبحث عن مركز في البطوله الافريقيه السنه المقبله. يمكن نقول لك غنلعب حتى الدوره 25 ولا 24، انا ذاك عاد يمكن نتحدثوا على المنافسه على اللقب. حاليا حنا كنطمحوا باش نجمعوا عبل اكبر عدد ديال النقاط، ولما نشوفوا راسنا عندنا الامكانيات والنقاط اللي تسمح لينا باش ننافسوا، انا ذاك غادي نعلو على المنافسه ديالنا على اللقب ان شاء الله. كنظن اولا جمع النقاط، او كما قلت لك ما غاديش نقول لك نضمنوا البقاء ديالنا، فاحنا كفريق كبير ولا الفرق الكبرى في المغرب، الجيش ولا الوداد ولا الرجاء ونزيدوا الفاتح وبعض الانديه، فما مسموحش ليها باش تقول لك غادي نلعب باش نبقى باش نجيب 33 نقطة أو من هذا القبيل. فالطموح ديالنا أكبر، والطموح كيزداد مع المنافسات. كنظن ما تغير شي حاجة كثيرة، فربما النتائج ما حالفاتش الفريق مع الشوط، بداية الشطر الأول وكذلك في النص ديالو. ربما لما جيت كان عندنا لقاء مع اللاعبين وتكلمنا على بعض النقاط وحطينا واحد الاهداف وواحد استراتيجيه عمل اللي غادي نمشيو عليها، والحمد لله فكان التوفيق من عند الله، وكذلك المجهودات ديال جميع مكونات فريق الجيش الملكي، وكذلك حتى المؤازره الكبيره ديال الجماهير ديالنا. هذا هو يعني السير اللي كاين، ما كاينش شي حاجه. كاين الصحوه الكرويه على مستوى المنتخبات الوطنيه، وكنتمنى من الفرق كذلك تسير الوكب ديال الجامعه والتالق واعطاء مقابلات في المستوى. لما كيكون عندنا ملعب بهذا الشكل الجميل ولا ملاعب الحمد لله اللي كلها في المغرب مركبات على مستوى عالي، فما على اللاعبين الا يبدعوا وعلى الفرق الا يشتغلوا باش يقدموا واحد المنتوج كروي في المستوى اللي يرضي الجماهير ويرضي عامه يعني الشعب المغربي في الرياضي على الخصوص.